اي ثما يسمى زوار موقع ناندو سيتي نتحب زيهم مني من الجامع مش تسلم الموقع نوم ناندو سيتي بطبيعة الحال اللي جد السماء وضع النس شي نهار ان شاء الله نجيجنا الدورة السوق عاوي باش نزرع يعني الكسيب زي يعني مش تقادين في الأجواء وكذلك حواليا وعلى حسب اني تصاريح نيوداني تغنقا كسم التصاريح يناش بلا قدرين تلغر الطاس أسوكاسا ويعني بالنسبة فجحني قان بألا أفجح نهار قيار رز يعني وديني بوشن أربحني وديني بوشن يعني فضل دايس وكذلك أيضا بالنسبة للكسيبة أيضا وفسف كذلك قان بأن فسف غرية الطاس وشي نهار إن شاء الله أنت وش دانيتا باش هما كنا مسقارب يعني الواقع يتجان دايس دانيتا دي وعاوي هما أنسيو شي حاجة ميتو قاعدة نيتا خيحوريا غران مديني شنارها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ومن حسن يعني أدخل شكرا عمال كل شيء باطل كل شيء مديني شنار غران مديني شنار غرحة غرحة فجحنا شي نعمل يعني قبل فجحنا شي نعمل مس سكسيبة مقص سكسيبة ياش بالنسبة لكسيبة في غراء غراء في غراء واش كمشت والد يعني محسن عماني والصغار عمينا عم سكبع موزاهم وسبسي كل شيء ويدي شيء قاش كل شيء كيف كيف نشكر شعبك مش تسنم شيء ديني قناة التاس بأن يفجح يعني خصنا التاس نتمنيات ذي كسبتها وما حن يعني باش دون فقار بغى الحقيقة يعني اللي بتواجه الدانيتا نتقى التاس نتصاريح وما نسن يعني الأجواء مش يتجان وكيف شي غلا شي رخاف غلا بزاف صرح لي درنا مع الناس يقول لك يعني الفلاحة فرسوا هاد العام يعني انت شنو كتقول يعني في هذا هادي يعني واش الفلاحة عشان تفرسوا واش تصرف هاد الكسيبة هادي لا ما تصرف ما تصرف لا يعني انت كتقول بلا الكسيبة يعني عادية مزيانة لا عادية الفلاح نتمنوا يعني كيفاش كتشوف يعني الفلاح هاد العام واش عنده شي رباح ولا لا لا مزيان بالنسبة لي عرفت شنو واش توريت الزراعة وني عرفت شنو وما حسن يعني نجي هاد العام ولا العام اللي فات؟ هاد العام هاد العام حسن كنشكرك معنا بارك الله حيث ما يسمى مشكلة راه ممكن نعاود كسيدة علاش يعني بالله كذا يعني ديني مختلف الآراء ديني قان بالله يعني حوريني غران وديني عاود عطسني وديني قان بالله حورين يا واش يعني تواجد دانيتا حنا واش نستقر في الحقيقة أتسمي يعني يعني السوق الأحوال العيد يعني ما حسن يا عماني غير ومشكلة ما كاين أحسن من الأجواء دانيتا مش ورا واش يوجد دانيتا باش هذه خزا يعني حورين جدي عيد واش كاين شي يعني واش عندهم شي في الضغط ودير على الغالي يعني على حسب الناس اللي درنا معاهم التصاريح يعني كيقول لك تنحط في هذا العام يعني تمام كاين تمام وكيفاش كتشوف زعما سامح في هذا العام ولا العام اللي فات لا العام فات شويه زعما كان العام الغالي العام الغالي كاين خلال الاسواق اللي كدير يعني التجربه ديالك كيفاش كتشوف يعني من القدام يعني العيد الخالي كي غادي يكون زوار بين الاعزاء كما شفتوا معنا كاين اللي كيقول لك كاين الغلا في السوق كاين اللي كيقول لك كاين الرخاء الحوال هذا العام الحمد لله موجودين ولكن الفلاحين كما كيقولوا هما اللي كرسوا هذا العام يعني ما كاينش عندهم ربح بزاف وكذلك القصه غاليه بزاف وحنايا نهار تواجدنا هنايا باش نقربوا لكم يعني هذا الجو كيفاش داير وباش تعرفوا يعني السوق العروي هذا العام يعني واش غالي واش رخيص واش طايح ولا لا موقعنا دو سيتي كما العاده كيتجدد المواضيع ديالو كيقوم تغطيات حنايا كذلك اليوم تواجدنا ودرنا هذا الموضوع هذا باش يعني هما نقربوكم يعني الحقيقه ديال يعني هذه الاجواء يعني العيديه التي يفرح بها
الجميع والكل، ونشكركم على متابعتكم لنا، وشكرا ونلتقي في موضوع آخر، والسلام عليكم.